السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الشباب على قناة أيوب خبيز. بعيدا عن تطبيقات الربح بطاقة جوجل بلاي وأيضا الشحن الرصيد الباي بال، في هذا الفيديو لقد أتيت لكم بتطبيق لإضافة أفعى داخل هاتفك. يمكنك إضافة هذه الأفعى وأنت تتصفح هاتفك وبدون أن تؤثر هذه الأفعى على الهاتف الخاص بك، ويمكنك أيضا إبهار أصدقائك أن تخلع بهم أصدقائك أو إخوتك في المنزل. المهم، إذا كنت تريد طريقة معرفة هذه إضافة الأفعى على هاتفك، كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، المرجو تعطي الزر صابوني ثم تفعيل خاصية الجرس هكذا لكي تتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسى الضغط على زر لايك للفيديو تشجيعا لنا أن نستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قد أتيت لكم من جديد. نعم، فكما قلت لكم في بداية الفيديو، أتيت لكم بتطبيق لإضافة الأفعى داخل شاشة هاتفك وبدون أن تتأثر أن يتأثر هاتفك عندما تقوم باستخدامه. ما هذا هو التطبيق، سوف تجدون الرابط أسفل هذا الفيديو، فهو تطبيق مجاني. فبعد تحميله تظل لك الأيقونة على هذا الشكل على سطح المكتبة، تقوم بالضغط عليه. ننتظر قليلا ريثما تظل لنا الواجهة لهذا التطبيق. فكما ترون إخواننا الكرام، هذه الأسئلة التي سوف تظهر في شاشة الهاتف، ويمكننا إضافته واستخدام الهاتف والدردشة مع الأصدقاء وبدون مشاكل. نقوم بإزالة الإعلان، نقوم هنا بالضغط على أوكي، وهنا في الفوق نقوم بالضغط على مونتري لو سيربنت، نقوم بالضغط عليها. فكما ترون إخواني الكرام، أنا قمت بتشغيلها من قبل عندما قمت بالدخول إلى هنا. قمت بالضغط على مونتري لو سيربونت، عندما قمت بالضغط عليها توجهت مباشرة إلى صفحة أخرى. قمت بالتفعيل التطبيق إعطاء الحق الدخول إلى الهاتف. بعد إعطاء الحق الدخول إلى الهاتف، سوف تظل لك الأفعى داخل هاتفك. نعم إخوان الكرام، وأيضا لديها صوت كما ترون. هذه الأفعى يمكنك تصفح الهاتف بدون مشاكل، فكما ترون إخواني الكرام. وأيضا عندما تقوم بقفل هاتفك تظهر يا أخي الكريم، كما ترون إخواني الكرام، فهي ظهرت. قم بالخروج بفتح القفل، فكما ترون اخوانا الكرام. ومرة اخرى سوف تظهر من طريق اخرى، فكما ترون اخوانا الكرام. وكما قلت لكم، يمكنك التصفح والدردشة والى اخره وبدون مشاكل وبدون تتأثر هذه الأفعى على هاتفك يا أخي الكريم. المهم، يمكنك إبهار أصدقائك بهذه الخدعة الصغيرة إخواني الكرام، وسوف تجدون الرابط أسفل هذا الفيديو لمن أراد تحميل هذا التطبيق. المهم، إلى هنا وانتهى الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.